وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذة نوال الخاطر، الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات، المنسق الوطني للتعليم للجميع. مساء الخير سيدة نوال، وبداية ما الأهمية التي يشكلها التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع والصادر عن منظمة اليونسكو؟ أسعد الله مساءكم ومساء السادة المشاهدين. طبعا بداية نبارك لمملكة البحرين إنجازات متعددة في جميع المجالات، ومنها طبعا الجانب التربوي والتعليمي، ويأتي ذلك نتيجة الدعم المستمر من لدن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظ الله ورعاه، والقيادة الرشيدة حفظهم الله ورعاهم. طبعا مثل ما ذكرتي أختي أن هذا التقرير هو تقرير عالمي يخص التعليم ويصدر بالتكليف من اليونسكو. صدر هذا التقرير من يومين وحمل عنوان مثل ما ذكرت التعليم الشامل للجميع، الجميع بلا استثناء. طبعا يتميز هذا التقرير بأنه تقرير مستقل، كل عام يتم اختيار موضوع مختلف، وهذا العام كان حول التعليم الشامل. أيضا يميز هذا التقرير أنه يكون طبعا في تكليف من اليونسكو، ويقومون بإعداد هذا التقرير مجموعة من الخبراء والمختصين العالميين. نعم، كيف تبدو صورة التعليم في مملكة البحرين في هذا التقرير الدولي الهام؟ طبعا التقرير ذي شمل كثير من الامور، تضمن طبعا المعلومات العديده حول نظام التعليم في مملكه البحرين. بالاضافه الى التقرير تم عمل ايضا منصه اضافيه تم فيها سرد جميع القوانين والسياسات والبرامج لتعزز عمليه التعليم الشامل، وكثير من الامور ولله الحمد. يعني احنا عندنا قصص نجاح كبيره خصوصا ما يتعلق بدمج الطلبه من ذوي الاحتياجات الخاصه. نعم، هذا التقرير ايضا ركز على ما يسميه بالانصاف في التعليم، وركز على دمج ذوي الاحتياجات الخاصه في التعليم. هل يمكن توضيح هذا الجانب بشكل اكبر سيده نوال؟ نعم، طبعا حرصت وزاره التربيه والتعليم على دمج ذوي الاحتياجات الخاصه بناء على ما هو مذكور في دستور مملكة البحرين وفي قانون التعليم بشأن التزام الدولة بتوفير الفرص التعليمية للجميع حسب احتياجاتهم وقدراتهم. طبعا التقرير أشار بكل هذه الجهود اللي تمت، خصوصا أن احنا يتم دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول دراسية العادية، وفي كثير من الجهود اللي تمت، منها توفير البيئة الملائمة، توفير المرافق والوسائل المساندة، تدريب المعلمين. يمكن يميز ايضا تجربتنا في مملكه البحرين انها شملت مجموعه من الفئات المختلفه. عندنا الاعاقه الذهنيه البسيطه، متلازمه داون، اضطرابات التوحد، اعاقات بصريه وسمعيه جسديه، صعوبات تعلم، حتى طلبات يعني الله يحفظهم ان شاء الله مرض السرطان والسكلر. نعم. تم اضافتهم كفئات من ذوي الاحتياجات الخاصه يتم توفير هالخدمات للطلبه اللي يتمكنوا من اكمال دراستهم. ايضا من قصص النجاح الجميل اللي عندنا دمج الطلبه الصنف المدارس واللي تخرجوا وانضموا للجامعه. ايضا عندنا طلبه التوحد، لدينا 16 مدرسه 29 طالب منهم قدروا انهم ينتقلون من الصفوف الخاصه الى الصفوف العاديه نتيجه طبعا التطور الاكاديمي. فوزاره التربيه والتعليم هيئت المدارس كافه المتطلبات سواء من الكوادر التربويه المؤهله، كثير منهم حاصلين على شهادات عليا في مناهج متخصصة. حتى الآن في تصاميم مدارسنا رعينا كثير حق اللي هو مسألة الدمج، فتصاميم مدارس فيها الآن كثير من المرافق اللي تخص بها. أيضا يتم توفير الأمور التقنية حق هاي الطلبة. نعم. يعني كثير من البرامج التقنية يمكن حتى شفتوا في الفيديو المرافق يستخدمون التقنية بشكل جدا جميل، خصوصا في هاي الفئة يتعاملون معها باحترافية. طبعا كثير من البرامج الإسرائيلية يشارك فيها الطلبة، في كثير من البرامج حتى اللاصفية يشاركون في برامج رعاية الطلبة الموهوبين. ويمكن حتى احنا لاحظنا في تجربة البحرين في التعلم عن بعد خلال فترة جائحة كورونا، حتى هذه الفئة لما تم اقفالها بالعكس كانوا معانا، اثبتوا قدراتهم الكبيره في عمليه التعلم. نعم. وزاره التربيه والتعليم لم تقفلهم، فيمكن نقدر نقول ان تجربه مملكه البحرين بدمج الطلبه ذوي الاحتياجات الخاصه من التجارب الرائده على الصعيد سواء الاقليمي او على الصعيد الدولي. نعم، الاستاذه نوال الخاطر، الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات والمنسق الوطني للتعليم للجميع، شكرا جزيلا لك.